الفلوس في 2022 رحل أي برج؟ رحل البرج اللي يجتهد، رحل العقرب، رحل الكوس، رحل الجوزاء، للحمل، الأبراج العملية اللي بتسعى. أبراج عملية بتسعى. اه تقتنع يا مايا بإن البرج ده يتوائم مع البرج ده، راجل وست طبعا يتجوزوا بعض؟ طبعا. يعني اديني مثلا أبراج لا متوائمة. حضرتك قولي حد تعرفه وأنا أقول لك وأقول لك كلامي صح ولا غلط. الحمل يمشي مع مين مثلا لو المرأة حمل؟ لو كام مثلا، اديني تاريخ. هو الحمل دايما أبريل في أربعة. يعني. يعني أول أربعة مثلا. أول أربعة الحمل ست قوية، ست شخصيتها قوية، فلو راجل قوي قوي وشخصية سيد وكلامه ما بيتكسرش هيخبطوا في بعض. فيعني لو مثلا الحوت هيبقى معاه كويس، الحوت يعني يمشي مع يمشي معاه، لان هي هي هتزقه، هي هتدفعه لقدام، هي هتحركه، هي الحتت الناقصه اللي فيه هي هتكملها. لكن وهو كمان على فكره هيعتمد عليها، لان هو برضو توكالي وهو مش اكتف، هي نشيطه جدا وعمليه جدا وذكيه، يعني فيها صفات. في بنات بيسالوكي ما يقول لك انا جايه لي كتير. عريس او خطيب متقدم ليا. وساعتها اقول لها مش يعني اتاكدي بس ان هو عايز يتجوز بجد، فتيجي تقول لي اذا كل قلتيه صح. وساعات حد يقول لي اقول له لا، العلاقه مش يعني، انا في الاول ممكن انصح ان بلاش، يعني يستحسن بلاش، لكن بعد ما يتجوزوا ما ينفعش اقول كده، لا نقول بقى ازاي نتعامل مع الطرف الاخر. فساعات اقول لا، العلاقه دي هي هتفشل، يقوحوا بعد كده بيجوا. طبعا كل واحد من حقه انه يجرب، يعني ده مش كلام منزل، يعني برضو برجع اقول كلامي ما مش لسه منزل. اقول لك، هل الابراج هي العنصر الحاسم لا طبعا، في الاختيار؟ لان في اولا في حب، لو في حب بين الطرفين بيستحملوا بعض، في تفاهم، في تربيه. يعني مثلا في ابراج من النوع اللي بتضرب، يعني في برج ممكن يمد ايده على مراته. يعني او تمد ايدها على جوزها. صعب لا قوي. يعني ليه؟ بنقرا قصص كتيره يعني. بس دول طب بيبقوا انت ناس مش عايشه صعبه معانا في قوي. مصر بقى يعني. بس راجل اقوى، يعني مش عارفه ايه الست اللي تضرب براجل وهو بايه، يعني مستسلم كده، مش عارفه، حاسه ان اكتر الراجل بيفترق على الست. يعني انا دايما اصلي مع الستات، لان الستات غلابه. ففي رجاله بتستقوى على الستات، يعني في رجاله، بس طبعا لو التربيه وشاف والده بيعامل والدته ازاي اكيد. يعني مثلا اقول لك على الابراج، مثلا ممكن تمد ايدها على مراتها، مثلا الاسد، مثلا الاسد متهور، ممكن في عصبيه يقوم خابطها، يقوم عامل الجدي. الجدي على قد ما هو هادي، بس في عصبيته ينطح. ففي ابراج ممكن تفلت.